सज्जाद पूरी करो, सज्जाद पूरी करो, करबला के शहीदों का शिलुम करो, करबला में शिलुम करो, करबला में सदा दे जो मेरे भाई पीछे पड़े हुए उसे इन तमाम से जवाब दे पाएगा। Oh!
چھنی میں صدا دیتی رہی سنا یا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنا یا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنا یا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنا یا غازی جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی سنا یا اللہ
शब्बीर की वो लाडली, सीने
पोशाकें पहनी जिसकी अमावन में जली, जिसकी अमावन में जली से गले खंजर चले चादर छीनी खैमे जले चादर छीनी खैमे जले आकाश के परचम जले आकाश के परचम जले Oh,
السلام على خليل الله ورجيمه السلام على صفي الله وابن صفيه السلام على الحسين المظلوم الشهيد السلام على سير القربات وقتيل الأبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكراماتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطبيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وداعدا من الغادة وعتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقه من الأوصياء فاضر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة وقد تواظر عليه من غرت الدنيا وبعثه بالأرض للأدنى وشرع آخرته بالثمن الأوكس وتغدرس وتردى في هواه وأسقطك وأسقط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين للنار فجاهدهم فيك طابرا مختصبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا عليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومزيت حميدا ومتفقيدا ومظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجد ما وعدك مهلك من خاذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت ذلك فرزيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامقة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزقي الحادي المهدي وأشهد أن الأئمة من بلدك كلمة التقوى وعلام الهدى والقربة المثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرعي ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا ما أدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما مومنین تشریف رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ضروری اعلانات ہیں اور سورہ فاتحہ کے نام ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش کربلا کا یہ غم دل میں زندہ رہے ایک پل نہ ہو کم سال بھر مجلس ہو